ما أعلن اليوم عن اتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين بحسب بيان مشترك في بكين صدر ونقلته طبعا وكالات الأنباء الرسمية السعودية والإيرانية. وده بيأتي كمان تكليل لمجموعة من المفاوضات التي تمت، بعضها تم في العراق، بعضها تم في عمان، وكلتا البلدين طبعا وجه الشكر للبلدين الشقيقين على دورهم في أيضا إثراء هذا الحوار اللي كمان صدر عنه النهاردة بعض الخطوات اللي بنعتبر إن هي قد تكون إيجابية للغاية في تهدئة أحوال المنطقة. وتم الاتفاق ما بين السعودية وإيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء وفتح السفارات في خلال شهرين من الآن. كمان أضاف البيان الثلاثي اللي نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه طهران والرياض اتفقا على تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والموقعة سنة 1998. يعني بنشوف بوادر يعني انفراج في أزمة البلدين اللي استمرت طوال عقود طويلة، وبالتأكيد هيكون ليها انعكاسات على المنطقة العربية والشرق الأوسط بأكمله. خلينا نقول لكم أنه في ترحيب من كتير من الدول العربية والدول الإسلامية بهذا الاتفاق. في صدارة مصر أعلنت في بيان صدر عن وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام الاتفاق اللي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. وكمان أعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم هذا الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي. الترحيب ده أيضا وجدنا ترحيب مماثل من دولة الإمارات الشقيقة اللي أعلنت أنها تؤمن بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة، العراق أيضا، سلطنة عمان، لبنان كمان، وهذا البلد مهم للغاية كنتيجة لهذا الاتفاق من الممكن أن يتأثر تأثر إيجابي. فأيضا رحب وزير الخارجية بالبيان الثلاثي الصيني السعودي الإيراني، وثمنوا أيضا دفعة العلاقات الجديدة وقالوا أنه هي ستساهم بشكل كبير في تحقيق ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وستنعكس إيجابيا على لبنان. يعني خبر يجعلنا متفائلين، وخلونا نقرأه بأبعاده وامتداداته المختلفة. هيكون معنا دلوقتي الدكتور عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا بحضرتك يا حسام، ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. وكنت بقى النهارده والله شفت منشور حضرتك على الفيسبوك، حتى عملت لك أد بعديها لأنه طبعا استمتعت بالتحليل اللي حضرتك ذكرته. وهنا هروح معاك لأول سؤال يخطر في البال، يعني اتفاق ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، يعني دول تعتبر نفسها قمة الهرم السني أو الشيعي إنجاز التعبير، وبرعاية صينية هذا النظام الشيوعي اللي أعلن أيضا عن تجديد ولاية شي جي بينج. يعني كيف تقرأ هذه الخطوة؟ يعني في الحقيقة يمكن يعني لا يجب النظر إلى هذه الخطوة على غرض اتفاق للتسوية أو اتفاق لاستئناف علاقات ما بين بلدين أو اتفاق للتطبيع ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، ولكن هذا الحدث حدث ضخم للغاية. حدث طبعا. وسيكون له يعني تداعيات على كل دول المنطقة، تأثير كبير يعني إقليمية ودولية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الخليج والمنطقة العربية. أتصور أن خلال الفترة القادمة ستشهد نشاط وزخم كبير في منطقة الخليج وفي العلاقات وفي التقارب العربي الإيراني. بالتأكيد هذه الخطوة سيتم البناء عليها مستقبلا من كلا البلدين، وخاصة أنه تم الإعلان عن عقد اجتماع قريب لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية وإيران للبحث في الإجراءات والخطوات القادمة لاستئناف العلاقات وفتح القنصليات والسفارات وبناء الثقة ما بين البلدين واستئناف العلاقات في كل المجالات كما حضرتك ذكرت، في وفقا لاتفاق التعاون الأمني الموقع في 2001، ووفقا كذلك اتفاق التعاون الاقتصادي
والتقني والعلم والتكنولوجي ما بين البلدين. طب استاذ عماد، اشمعنى الصين؟ يعني اشمعنى الصين نجحت فيما فشل فيه غيرهم، يعني انجاز التعبير؟ وطبعا الدول سواء ايران او المملكه العربيه السعوديه لها حلفاء ايضا عالميين ربما كانوا اكثر قربا في كثير من الاوقات. لماذا في تقديرك تنجح الصين؟ تنجح الصين لان اشمعنى الصين يعني اللي نجحت في ده؟ نجحت الصين لان الصين منذ المؤتمر الوطني ال20 للحزب الشيوعي الصيني اللي عقد في اكتوبر الماضي، قررت الصين تغيير استراتيجيتها وسياستها الخارجيه والتعامل بفاعليه والاشتباك مع القضايا الدوليه المختلفه، وخاصه في المناطق التي تحظى باهتمام بالغ وباهتمام وتمثل اهميه استراتيجيه للصين، ولا يعني ولا توجد منطقه لها اهميه استراتيجيه مثل منطقه الخليج التي تعتمد الصين فيها على 80% من احتياجاتها للطاقه سواء من النفط او الغاز. وكان في القمة العربية الصينية أيضا والقمة السعودية الصينية، وكذلك استثمارات ضخمة جدا في سواء في دول الخليج أو في إيران. الصين طلبتها علاقة قوية جدا مع إيران، وتعتبر الصين وروسيا هما الرئتين التي تتنفس منهم إيران في ظل الحصار الأمريكي أو الغرب الذي المفروض على إيران، وهي علاقة مؤرقة للغرب في ظل كمان الحرب الروسية الأوكرانية والتعاون العسكري الروسي الإيراني اللي واضح أنه بيزداد، وطبعا الصين حليف بشكل أو بآخر لروسيا. يعني شبكة من تعقد العلاقات لكنها أسفرت عن هذا الاتفاق اليوم. بالتأكيد كان في حدثين مهمين أسفر عن هذا التواصل، هذا الاتفاق. الحدث الأول هو القمة العربية الصينية التي عقدت في الرياض والتي عقد على هامشها قمة صينية سعودية، تم خلالها بحث هذا الملف ولكن لم يتم الإعلان عنه في حينه. ايضا الزياره التي قام بها الرئيس الايراني الى بكين الشهر الماضي وتم التباحث في هذا الموضوع، واستطاعت الصين ان تقطع يعني خطوات كبيره للتقريب ما بين طهران والرياض. بالتاكيد قدره الصين ونجاح الصين على تبريد الاجواء والاحداث الساخنه في منطقه التي كانت تسعى الولايات المتحده الامريكيه لاشعال هذه المنطقه من خلال حاجز القوى الدول العربيه لمواجهة إيران فيما يعرف بسعي أمريكا لتكوين ناتو عربي لمواجهة إيران. هذه الخطوة ضربت المخططات الأمريكية، ويعني يمكن هذه الخطوة بتجاه أهميتها أيضا أنها تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة العربية التي زار فيها يعني الأردن وإسرائيل والعراق ومصر. بالتأكيد هذا قرب الصينية للسياسة الخارجية الأمريكية، وهي أول إجراء وأول نجاح حققه الصين في منطقة الشرق الأوسط سياسيا. كانت هذه المنطقة تعرف أنها تكون دائما القضايا أو الأزمات فيها تكون دائما برعاية أمريكية، أو أن أمريكا هي بالزبط اللاعب الرئيسي، وأن أمريكا تمتلك 99% من أوراق أو الأزمات روسيا في المنطقة أو روسيا أيضا بتدخلاتها في إيران وسوريا وغيرها من الملفات. يعني هذا الاتفاق يدشن الصين كدوله او كلاعب دولي في النظام الدولي بشكل كبير. طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عماد الازرق، شكرا جزيلا على وجودك معنا، رئيس مركز التحرير الدراسات والبحوث، شكرا جزيلا.